أخيرا لاعب الأسود يجد فريقا جديد. أزيد من ملياري سنتيم للاعب المنتخب بعد التتويج. وحيد خليل الزيت يهنئ المحليا بإحراز لقب الشان في الكاميرون. بانون يقدم أداء طيبا رغم خسارة الأهلي أمام بايرن ميونخ. قرار حاسم من حكيمي بخصوص عودته لريال مدريد. خليل الزيت يبعد لاعبين بارزين عن قائمة الأسود الجديدة. جماهير تشيلسي تفاجئ زياش. السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز، شكرا على تفاعلكم، شكرا على دعمكم المتواصل، ولا تنسى تشجيعنا بخطوتين: الاشتراك في القناة ودعمنا معنويا بضغطك على زر الإعجاب. أكد الصحفي الإيطالي اقتراب نادي واتفورد من ضم أشرف نزار، وأشار المصدر ذاته أن اللاعب سيتدرب لفترة مع الفريق قبل أن تكون المرحلة القادمة هي توقيع لعقد ممتد لستة أشهر مع إمكانية التجديد لموسم واحد، مما يعني فترة اختبار للاعب الذي أعلن نادي نيوكاسل في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن إنهاء عقده بالتراضي. وسيكون أشرف نزار أمام تحدي كبير في حال وقع في ظل تواجد مواطنه آدم ماسينا الاختيار الأول لنادي واتفورد في مركز الظهير الأيسر. ويحتل واتفورد الرتبة الخامسة من شامبيونشيب ب 48 نقطة، منافسا بذلك على بطاقة الصعود للبريمير ليج. عبر اللاعب حمزة الميساوي مدافع نادي المغرب التطواني والمنتخب المحلي للاعبين عن سعادته بتتويج بلقب الشان ووجوده ضمن التشكيلة المثالية لهذه النسخة التي أقيمت بالكاميرون وعرف التتويج الأسود المحلي للمرة الثانية تواليا. وقال الموساوي: سعيد جدا بهذا التتويج الكبير الذي جاء عن جدارة واستحقاق بعد عمل كبير رفقة الطاقم التقني للمنتخب المحلي، وأهدي اللقب لعائلة فقيد الكرة المغربية محمد أبرهون ولجميع المغاربة. بلغت القيمة الإجمالية للمنحة التي سيحصل عليها لاعب المنتخب الوطني المحلي أزيد من ملياري سنتيم بعد تتويج بلقب بطولة الشان على حساب مالي بهدف مقابل لا شيء. وخصصت الجامعة الملكية المغربية مبلغا ماليا مهما بلغت قيمته الإجمالية حوالي 60 مليون سنتيم لكل لاعب بالمنتخب الوطني المحلي بعد تتويج المغرب بلقب الشان للمرة الثانية في تاريخه. وتضم لائحة لاعب المنتخب الوطني المعني بالمنحة 33 اسما، ما يعني أن المنحة المخصصة لم ستكلف خزينة جامعة الكرة ما يقارب ملياري و40 مليون سنتيم بدون احتساب المنح المخصصة للأطقم التقنية والطبية وكل من سهل في إنجاز القارية. وعمدت جامعة الكرة إلى رفع منحة الفوز باللقب إلى 60 مليون سنتيم من أجل رفع معنوية اللاعبين بدلا من المنحة المقترحة في البداية والتي كانت حددت في 50 مليون سنتيم. هنأ مدرب المنتخب الوطني الأول وحيد خليل الزيت المنتخب المغربي المحلي بعد إحراز كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين في أعقاب الفوز على المنتخب المالي. وأصدر المدير الفني البوسني الأصل منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، جاء فيه: أتقدم بأحر التهاني للمنتخب الوطني المحلي المتوج يوم أمس الأحد بلقب بطولة أمم إفريقيا للمحليين. وتابع خليل الزيت: العديد من مباريات أسود البطولة في المسابقة التي أقيمت في الكاميرون من بينها مواجهة النهائي أمام مالي. قدم بدر بانون المدافع الأهلي المصري أداء طيبا خلال المباراة التي جمعت فريقه ببايرن ميونخ على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالية لحساب المربع الذهبي لكأس العالم للأندية 2020 المنظمة في قطر. وشارك المدافع الدولي المغربي بصفة أساسية خلال طيلة دقائق المواجهة على غرار المباراة الأولى التي لعبها الأهلي أمام الدحيل القطرية. ومنح المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني قائد العارض الفنية للأهلي المصري مهمة مراقبة روبرتو ليفاندوسكي للمدافع المغربي، إذ ظل طيلة دقائق المباراة لاصقا بالهداف البولندي الذي تمكن من طرق مرمى المصريين في كرتين، أولهما في الدقيقة 17 والثانية في الدقيقة 81.
رفض أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلان الإيطالية فكرة العودة إلى فريق ريال مدريد الإسبانية. ووفق صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، فإن حكيمي سعيد في إيطاليا ولا نية له في العودة لريال مدريد حاليا، كما أنه يفكر فقط في مواصلة الدور بمستوى جيد في الكالتشيو. وأضاف المصدر ذاته أن إنتر ميلان بدوره لا يفكر في التفريط في نجمه المغربي، إذ يعتبر لاعبا مهما في تشكيلته الرسمية ويدخل ضمن استراتيجية الفريق الإيطالي مستقبلا. يشار إلى أن أشرف حكيمي انتقل من ريال مدريد إلى إنتر ميلان بعد فترة قضاها كمعار في بروسيا دورتموند الألمانية، إذ رفض زيدان الاعتماد عليه ضمن تشكيلة الفريق الملكي وقرر تسريحه إلى فريق الإيطالي. كان منير الحدادي وصاحب الحل الأول في المباراة التي جمعت نادي إشبيلية بخطافية عن البطولة الإسبانية وانتهت بفوز أسود الأندلس بثلاثية نظيفة. منير الحدادي الذي تواجد في مقعد البدلاء وبعد دخوله مباشرة في الشوط الثاني في الدقيقة 65، تمكن بعد دقيقتين من دخوله من توقيع أول أهداف إشبيلية. وكان منير الحدادي قد وعد بالعودة لتسجيل سريعا بعد أن واجهه الصحفيون بسؤال الشح التهديفي الذي يرافق حضوره ما إشبيلية. وبالفعل تمكن منير الحدادي من التسجيل لأول مرة بعد قرابة شهرين من آخر أهداف، وكانت في المباراة إشبيلية وسيلتا فيغو برسم الدور العاشرة، المباراة التي انتهت بفوز إشبيلية بأربعة أهداف لاثنين. منير الحدادي بعد الهدف في مرمى خطافي يكون قد وصل إلى الهدف الثالث له، وقد عبر من خلال حسابه الخاص على انستغرام عن سعادته بهذا الهدف. أعد الجهاز التقني للمنتخب المغربي الأول بقيادة البوسني واحد خليل الزيت قائمة أولى للاعب أسود الأطلس تضم أكثر من 35 لاعبا، حيث من المقرر يتم تقليصها في الأيام المقبلة إلى 27 لاعبا. وكشفت صفحة أن المدرب المنتخب المغربي بات مقتنعا بإبعاد لاعبين محترفين في أوروبا من قائمته المقبلة، ويتعلق الأمر بكل من أسامة الإدريسي وحمزة منديل بسبب عدم اقتناء هذا الطاقم التقنية بجدوى حضورهما مع المنتخب. وأصبح اللاعبان المغربيان مطالبان ببذل مجهودات مضاعفة لاستعادة مستواهما، وذلك لإسباب أحقيتهما بحمل قميص المنتخب المغربي مجددا. تحول النجم حكيم زياش من لاعب أساسي إلى احتياطي في تشيلسي، وذلك منذ تعيين الألماني توماس توخيل مدربا للفريق خلفا للإنجليزي فرانك لامبارد الذي حقق نتائج سلبية مع بداية الموسم. وقاد توخيل البلوز في أربع مباريات لحد الآن، وقد دفع بزياش كأساسي في المواجهة الأولى أمام ويفرهامبتون قبل أن يستبعده من القائمة ضد بيرنلي بهدف لراحته، ثم جلس احتياطا طيلة الدقائق أمام توتنهام. وبدأت جماهير تشيلسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل وترغب في معرفة السبب الحقيقي وراء جلوس زياش على الدكة، وهو الذي كان عنصرا أساسيا في تشكيلة لامبارد، خاصة وأنه انضم للفريق في صفقة فاقت 40 مليون يورو. حافظ يوسف العربي على مستواه المستقر في البطولة اليونانية بأدائه الثابت وأهداف متنوعة، حيث يتصدر حاليا ترتيب الهدافين ب 16 هدفا، ليكون المنافس الأول لمواطن يوسف أنصير داخل عرين الأسود الأطلس في انتظار التحاق محمد بولديني هداف أكاديميك البرتغالية بالفريق الوطني في الفترة المقبلة، بعدما ظل يتابعه الناخب الوطني واحد خليل الزيت طيلته الفترة الماضية، حيث من المرجح أن يكون الوجه الجديد الذي سيوضع في الاختبار لمنافسة العربي والنصيري.